الله يسرك وصل له هذه الامانه. اقول له هذا الانسان راح يتبع السدائي، خليه يبريك قدام الناس وخليه يمسح الموس في روحه. فهمتني؟ شوف لي الناس حق الصفحات هذه يتصلوا فيه يديروا منشورات يا شيخ قابلنا هذا السيد راه ندم على الشيء هذا وراه ان شاء الله ما يكون غير الخير، ان شاء الله ما يكون غير الخير، لكن ما تخليش الشيطان يستولي عليك. السلام عليكم ورحمه الله. هذه المكالمه من اخ هذاك ابو البنت الذي كان حدث معه مشكله ومع الشيخ الزاوي تاع امام مسجد بسطيف. يا اخوان اخوكم راه في ضيق وراه في كرب وراه في هم ويقول بأني أخطأت، مستعد يعني أقوم أمام الشيخ وأقول بأني أخطأت وأنا كذبت وأنا فعلت وأنا كذا، لأجل أن ينزع هذا الهم عن نفسه، لأنه كثير من الصفحات يعني هاجمته واتهمته وكذا. لكن هذا أخوكم قد أخطأ ولم يجد يعني حيلة، يعني الأبواب كلها انغلقت عليه فلم يجد حيلة، وشوفوا بأنه انظر لجهة بنته كالغريق يعني هذاك اللي شد في القشة، فيعني هذاك الفعل تاع أنه راح للقناة وفعل كذا وكذا قد أخطأ. وهو يعني أو يقول بأنه البارحة أبقى حتى الربعة تاع الصباح وهو في الغابة، يعني هو في الغابة يفكر في فالله المستعان. يا إخوان لا تزيدوا على أخيكم، لأنه هو ما يقدرش لهذه المواقع، هو رجل يعني من عوام الناس ما يقدرش لهذه المواقع، موش مولف بهذه المواقع، موش مولف بهذه الكلمات وهذه التعليقات الجارحة وهذه الفيديوهات التي جاءت ضده. فما نزيدوش على هذا، راه خونا وقد أخطأ وقد أقر بأنه قد أخطأ ومستعد بأن يخرج في فيديو ويقول أخطأت، واتصل بي هو يبكي وقال لي راح نيتم أولادي لأجل هذا. وأنا قلت له سأكون يعني واسطة بينك وبين الشيخ، وصح اتصلت بالشيخ والله وجدته يعني استقبلني بصدر رحب وبارك الله فيه على ذلك الاستقبال، وقال لي إن شاء الله فيها خير، وعدني وقال لي مشي مشكلة وبإذن الله فيها خير، وطمأني. وأنا رديت على الأخ الآخر قلت له اطمئن، أنا رسالة أرسلها إلى أبناء منطقة هذا الأخ يعني قصر الشلالة وتيارته كذا، وقفوا مع أخوكم، مشي تتهموه بأنه راه يجمع البنت وراه يخدم بنته. الرجل عنده 6 أولاد، ما هوش يجمع لأجل بأنه يخدم بنته ولا راه يجمع لأجل يجمع المال، لا. هذا الوقت اللي توقفوا معاه، مشي الوقت لأنكم تتهموه بالباطل، لكن كان الأولى أنكم أنتم اللي تتجمعوا له وأنتم اللي توقفوا معاه أبناء المنطقة تاعه. هو لو جو وجد من وقف معه في منطقته وفي ولايته ما راح متيار تحت لسطيف. فاتقوا الله اتقوا الله، وقفوا مع أخوكم، هذا أخوكم راه زوالي وراه يعني راه في هم وراه في غبن، وماهوش يعني إنسان ما يظهر بأنه إنسان تاع حيلة ولا تاع خداع ولا تاع نفاق. فيا إخوان اتقوا الله في أنفسكم، خاصة الناس جيرانه ولاد المنطقة تاعه، خاصة وقفوا مع أخوكم، مش الوقت اللي تتهموه فيه، هذا الوقت اللي توقفوا معاه وتساندوه وتنقصوا له الهم والغبن اللي راهو فيه، لأنه لو فعل ما فعل بنفسه سنكون كلنا مشاركين في هذا، راح نندموا الندم الشديد وسنحاسب عليه لأننا تركناه وحده. هذا أخونا راه طايح في حفرة نمدوا له يدينا نجبدوه، مشي نزيدوا نردموا عليه ونرموا عليه التراب. ثم رسالة إلى الإمام، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا على ما على ردك وعلى موقفك وعلى شهامتك وعلى هذا الموقف يعني الذي انتظرته منك حقا، كنت أحسن الظن بأنك ستقف معه، وبارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. وهكذا المؤمن يكون فاتح خير بين الناس، ما تكونش يعني أداة للنميمة وأداة لزرع الفتن بين الناس. هذا والله أسأل أن يلين قلوبنا وأن يبيضها وأن يجعلها يعني كما يقولوا حنينة لأجل إخواننا، كما قال الله عز وجل ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. السلام عليكم.